اهلا وسهلا بيكو، انا محمد عادل وده توتوريال جديد ليا مع هوك. طيب النهارده هوريكو كرييتيف فيجوال. توظيف الكرييتيف فيجوال دوت هيكون في ملاك، وهنحاول ان احنا نعمل له انفايرمنت حلو. تعالوا نشوف مع بعض احنا ممكن نعمل ايه. طبعا اول حاجة انا بكون محضر الماتيريالز بتاعتي، انا عندي كل الماتيريالز اللي انا اريد هستخدمها، وهفتح الفوتوشوب، هعمل نيو دوكومنت. طبعا المقاس اللي انا هشتغل عليه 1920 × 1080، ممكن نسمي الفايل انجل مثلا وادوس كرييت. طيب ده المقاس اللي انا هشتغل عليه. اول حاجه طبعا انا ببدا اشوف الماتيريالز اللي عندي. طبعا عندي اول حاجه الارضيه اللي انا هوظفها بتاعتي، تعال نستخدمها. اوكي ممكن نتاخرها شويه كده. وممكن اجيب منها واحده تانية كوماند جي، اجيبها الناحيه دي واخليها تحت. طيب هبدا اعمل لديت ماسك. كده كده انا عندي مشاكل في الحتت ديت، فهضطر ان انا اداريها شويه. وكده كده بالايتمز والحاجات اللي انا بستخدمها بداري بيها الارضيه. تعالوا نقلل ده كده. كده مثلا. طيب انا الجزء ده كده كده اوريدي هداريه، فمش هيبقى عندي فيه مشاكل. تمام وابدا اعمل جروب، طبعا اسميهم باك جراوند. وممكن اضيف عليها لير تغير اللون بتاعهم. تعالوا نشوف مثلا انا عايز المود بتاعي يكون بنفسجي شويه، فممكن استخدم حاجه مثلا زي كده واجرب البلندنج مود بتاعي. اوكي خلينا بالشكل ده دلوقتي. ممكن اقلل سنه في الباست بتاعتها. ليه؟ لان انا مش عايز انها تغمق قوي، بحيث ان انا قدام لما اجي اعمل كاميرا رو فلتر ما يبقاش عندي فيها مشاكل. ليه؟ لان انا ممكن دلوقتي اعلي البنفسجي او اعلي الدرجات اللي هي التونات البنفسجي، وبعد كده ارجع قدام لما اجي افاينلايز الشغل بتاعي اجي افاجئ ان البنفسجي زايد قوي ومخلي الصوره مجربه معايا. فتعالوا نشوف. طيب بعد ما عملت اللاير دي انا ممكن اخش على العنصر الاساسي بتاعي اللي هو ده مثلا، وابدا اوظفه في المكان بتاعه كوماند تي. اوكي زي ما قلنا قبل كده انا كان عندي مشكله في الحته ديت، فانا ببدا اداريها بالايتمز او الماتيريالز الثانيه اللي انا بضيفها. فانا اوريدي عندي البنت ديت. اوكي هبدا اولا زي ما قلنا اي حاجه انا بعملها لازم بيكون في لير فوقيها ولير تحتيها. ليه؟ علشان انا اللير اللي فوقيها بحط فيها تونات اللايتنج، وببدا احط فيها الريم لايت، وببدا احط فيها ممكن شويه شادوز، وممكن حاجه فيها دوج اند بيرن. فلازم يكون في لايرز فوق اللاير بتاعتي الاساسيه، كذلك لازم يكون في لايرز تحتها. ليه؟ علشان بحط عليها الشادوز، طبعا كل اللايرز اللي تحت بحط عليها شادوز، وممكن يبقى فيها اي حاجه افكتات كنت مستخدمها قبل كده للاير ديت. فتعالوا نشوف احنا هنعمل ايه.
طيب انا ده العنصر البطل الاساسي بتاعي، فهعمل له جروب وممكن ابدا احط لاير فوقيه او اللاير مش هستخدمها دلوقتي، هدوس الاول كوماند يو، تعالوا نزوم على البنت وعايز اغمق الجزء اللي تحت ده، فانا هغمقه عادي بغمقه على البنت. اوكي، وعايزين نغير الدرجة نفسها بتاعة القميص بتاعنا، بتاع اللبس بتاعها، الدريس بتاعها. ممكن نخليه درجات أزرقات مثلا بالشكل ده، وبدوس أوكي. بعد ما اتعمل بتاعي اللير بتاعي بتاع السمارت فلتر، باجي بالبراش تول وببدأ أنور كل ده. تمام، ممكن ادي تون بنفسجي احط عليها عادي على اللير اللي انا كنت عاملها، وابدا كوماند في وبلس وماينس واغير في درجات البلندنج بتاعتي. ممكن درجة زي دي مثلا اهديها شوية وأشيلها من على الوش خالص. تمام، طيب بعد ما عملت الخطوة دي ممكن نهديها سنة بسيطة بس. بعد ما عملت الخطوة دي ببدأ أشوف إيه الحاجات التانية اللي ممكن تتحط تحتها. هنعملها طبعا شادو الأول، زي ما قلنا بنجيب البراش ونخليها كده ونعملها سكيو ونحطها تحت الجزء بتاعي. كده مثلا اوكي، ممكن احط لير تانية وابدأ اغمق الجزء ده شوية. كوماند تي قصدي بلس شيفت بلس وماينس علشان اغير في البلندنج مود. اوكي، كل ده الجزء اللي فوق تمام بالنسبة لي. تعالوا بقى نبدأ نشوف ايه الأجنحة مثلا أو الحاجات اللي هركبها. ممكن حاجة زي كده مثلا، خلي دي دلوقتي. نعمل لير فوقيها مانتي. طبعا انا كل الكلام ده انا قصه ومخليه بينجهات. طبعا لو حابين ان انا اوريكم طريقة القص او اي حاجة انا ما عنديش مشكلة خالص، اكتبوا ده في الكومنتات وهبدأ اضيفه لكم. طيب ببدأ اشوف الطريقة اللي تتناسب مع الجناح بحيث انها تبقى منطقية. ممكن كده مثلا وأميله سنة. الشكل ده
اوكي تعال نشوف الايتمز الثانية برضو. هنصغره خالص وهنعمل له horizontal ونجيبه تحت البنت. اوكي طبعا هو لازم يكون الجزء ده متناسب مع الجزء التاني بحيث ان هو يبقى منطقي، ممكن يبقى راجع سنة لورا. كده مثلا، وممكن لو انا حسيت ان هم عايزين يكبروا شوية ممكن نكبرهم. تمام ماشي، ببدأ اعمل دوت جروب وهعمل دوت جروب سميه برضو عشان ما نطلعوش. طيب انا دلوقتي محتاج ان انا اخد برضو نفس التون نفس الدرجة بتاعتي اللي هي درجات البنفسجي، فهعمل لاير فوقيها وممكن اخد على طول من الدرجة اللي هنا وأضيفها عليه. هنعمل blending mode. طبعا انا بقعد اغير لحد ما بشوف انسب حاجة ممكن تبقى مؤثرة عليا او انا شايف انها مريحة لعيني، حاجة زي كده برضو اعمل لها نفس التون وأديها color. اوكي بدأنا ناخد من المود شوية. تمام انا ممكن اظبط هنا حاجة بسيطة، عندي طبعا الجزء ده طالع شوية ومش منطقي شوية بس هندريه. تمام دلوقتي كده انا عندي البنت ومعايا الأجنحة بتاعتي، تعالوا نبدأ نظبط شوية فيها. طيب نشوف بعد كده ايه تاني ممكن نضيفه حاليا، ممكن نشوف ماتيريال تانية، ممكن نستخدم حاجة زي كده اوريدي مقصوصة. طيب ممكن نشتغل في ديت شوية، ممكن نديها درجات بنفسجي، طبعا هعملها جروب برضو نسميها. هبدأ أشتغل فيها كوماند يو وعايز أغير لونها خالص لحاجة تانية. نحط عليها درجة بنفسجي. ممكن ناخد الدرجة من هنا على طول. طبعا أنا بلون الحاجة كلها نفس الدرجة وبعد كده بعمل لها blending mode. طيب أنا ممكن أخليها الدرجة دي، ممكن نقللها سنة
وهبدأ أشتغل على اللاير دي. طبعا هعمل لها، تعالوا نشوف كده. أول حاجة هنعمل مثلا انر شادو، تعالوا كل حاجة هنشتغل فيها درجات البنفسجيات، ممكن نخليها نورمال. ونعمل انر بلو برضو، خلينا شغالين على الدرجات بتاعتنا. اوتر بلو اوكي. ممكن تقلصنا. اوكي. ماشي، عندي الجزء اللي هو في الاوتر بلو، طبعا هعمل كريت لاير. عندي طبعا في أجزاء هنا همسحها لأن النور جاي من هنا already. وعندي في الأوتر جلو الجزء اللي تحت ده مش عايزه يبقى فيه جلو. أوكي. وممكن أقوم أجيب درجة كده لوحدها، ممكن أحطها هنا. وأعمل سكرين مثلا، بحيث إن هي الباترفلاي نفسها تبقى باينة إنها مضيئة. اوكي. طيب انا دلوقتي وصلت للمرحله ديت، انا محتاج ان انا ابدا اوظف بقيه الحاجات بتاعتي. تعال نشوف بقيه الحاجات التانية. تعالوا مثلا نوظف حاجه زي دي. طبعا قبل ما اكمل هبدا اقفل الحاجات بتاعتي اللي انا اوريدي استخدمتها. ماشي، كوانتي، وهصغر الحاجه بتاعتي. ممكن مثلا تبقى بالمقاس ده. انا كده كده بعمل عالم خيالي، فانا مش ملزم بحجم، انا ممكن اعمل حاجة غريبة شوية. طيب انا عندي ديت هعمل لها برضو جروب، واعمل كوماند يو. احنا بنحاول نغير في الالوانات بتاعتنا خالص. ممكن نعمل درجة زي دي كده مثلا. وأبدأ أضيف عليها items تانية
layers تانية ممكن مثلا حاجة زي كده. بحط اللون وبعمل blending mode بغير فيه. ممكن أعمل layer تانية برضو. الشكل ده ممكن أغمق برضو شوية. طبعا أنا عندي الجزء ده كله المفروض إن هو يغمق برضو. نعدي فيه ممكن أنور في الأطراف بتاعتي. برضه هضيف لير تانية علشان أنا عايزه يبقى أغمق من كده. طيب انا عندي مشكلة هنا ان انا محتاج الاجزاء اللي في اليمين تبقى هي اللي اغمق من الاجزاء اللي في الشمال، فتعالوا نشوف كده احنا ممكن نعمل ايه. هبدأ امسح الاجزاء اللي هنا دي كلها. هبدأ أغمق كمان. Okay. طيب ممكن أضيف لده أوتر جلو. بالشكل ده وهدوس كليك يمين كريت لاير وهبدأ أمسح في الحاجات اللي مش هتبقى مضيئة بالنسبة لي اللي هي الأجزاء كلها اللي في الشمال. طبعا الباك جراوند الجزء اللي ورا ده كله لازم يغمق علشان النور بتاعنا يبقى مظبوط شوية مع الإضاءات بتاعة المشروع. اوكي هنغمق الجزء ده سنة برضه بسيطة.
تعالوا نسيب دي دلوقتي، ونخش على الباك جراوند، وممكن ادي سوليد كولر. اوكي، ونخليه سوفت لايت. أنور الجزء اللي في النص ده شوية بالشكل ده. طبعا أنا ممكن أغمق حاجات كتير قوي، أنا كده كده الكلام ده هغمقه قدام، بس علشان وأنا شغال ما اتلخبطش. ممكن كل الأجزاء دي أديها درجات أسود، يلا سوفت لايت. أبسي كولر كولر ظبطتها شوية، هنشوف كده أكتر فوق، هي اديت لها درجة غامقة كده سنة. ماشي أوكي. طيب تعالوا نرجع هنا تاني، طيب هبدأ أعمل لدي تريم لايت بنفس الطريقة برضو، وهاخد من درجات البنفسجي بتاعتي. ممكن مثلا ناخد درجة زي دي، وهبدأ بالراحة جدا أبدأ أنور الأجزاء بتاعتي أو أعمل لاين على الحاجة بتاعتي. كده مثلا تعالوا نشوف blending mode، يعني الحقيقة ممكن حاجة زي كده شكلها لطيف شوية، بس أنا عايز أشوف درجات البنفسجي. ممكن color dodge شكلها لطيف الحقيقة. بس تعال نقلل سنة حاجات، أنا الجزء دوت مش محتاجه قوي. كده مثلا ممكن أبدأ أضيف درجات تانية خفيفة برضو. طيب انا كده هحتاج ان انا اغمق تاني، لان في حاجات هنا مش مظبطه، احتاج ان انا اغمق سنه بسيطه كمان. كده مثلا تعال نشوف برضو البلاندنج مود هيدينا ايه. تمام بدأت تبان شوية،
برضو انا بقعد اكمل لحد ما اوصل لاقصى مرحلة يعني انا راضي فيها عن درجات الالوان بتاعتي. طبعا في لمسات كده الواحد لما بيضيفها بتبدأ تغير الديزاين بتاعي شوية. تمام، بدأت تبان عندي شوية اهو. وتعالوا ندي سبوت لايت برضو أقوى سنة. احنا طبعا بنقعد نغير في البلندنج مود زي ما قلنا لحد ما بنوصل لمرحلة تكون لذيذة شوية أو حاجة أنا عاجباني. كل درجة بنضيفها طبعا هي بتفرق. ممكن نضيف حاجة برضو على الصخرة دي تبقى من وراها شوية. اوكي، بالشكل ده. تمام، تعالوا برضو الأرضية. كل شوية أنا في حاجة هحس إن أنا محتاج إن أنا أعدلها فببدأ أضيف أكتر وأظبط أكتر. سوفت لايت، وتعالى نقلل دي شوية. طبعا أنا كل شوية بحس إن أنا محتاج ألوانات أكتر فببدأ أظبط الدنيا شوية. أوكي، ممكن بعد كده نضيف حاجة مثلا نظبط بيها الإضاءة شوية اللي ورا بحيث إن احنا نخلي المود كل واحد. الشكل ده مثلا، وآخد كل ده لون مثلا يكون مناسب للفيجوال بتاعي.
شوف درجة زي دي مثلا، ونعمل لها بلور، لازم بلور. مثلا اوكي، ممكن ابدا اضيف عليها واحده تانية برضو وادي درجات ابيضات، يعني ممكن ادي ابيض، يعني نعمل برضو حاجه زي كده. اوكي، ايه الباسبور بتاعتي؟ نجرب برضو البلندنج مود، نعمل جاوزن بلور. سوري، جاوزن بلور. بالشكل ده مثلا، تمام. اوكي، وهنبدأ نرجع تاني للانجل ان احنا نبدأ نظبط الوينجز بتاعتها. ممكن أديها بقى شوية ألوان كده، بالشكل ده مثلا. ممكن نعمل أوتر بلو برضو. تعالوا نشوف الجريدين ده ممكن نطلع منه بإيه. طيب هنعمل الأول ناخد ديت، نفتح الوينز التانية برضو، ناخد نفس الإفكت بتاعنا عليها. أوكي، تعال نشوف كده بقت عاملة إزاي، تمام. وهبدأ أغمق عليها شوية، ندي التونز الصورة بتاعتنا. أو ممكن نفك الأول دول. طبعا من هنا. طبعا انا بجرب البلندنج مود برضو لحد ما اشوف انسب اوبشن ممكن يظهر لي. طيب خلينا ناخد الإفكت ده نخليه موجود شوية،
ممكن أقلل بس الدرجة دي. وأطفي برضه الدرجة دي. تعالوا نشوف، نحاول نغمق الوينز شوية. ممكن مثلا تبقى سوفت لايت، برضو نفس الكلام بالنسبة للتانية. بس أنا هيبقى عندي مشاكل هنا في الحاجات ديت، فأنا هحتاج إن أنا أعمل إنر شادو. ممكن أقلل الديستنس خالص. أبيض بالشكل ده. تمام، طيب احنا وصلنا للمرحلة دي. عندي بس مشكلة واحدة هنا، ان انا الانر ده محتاج ان انا اشيله. تمام، هبدأ أشوف ماتيريال تانية عندي. نغير الألوان بتاعتها. ممكن بالشكل ده مثلا، وأبدأ أنور الأجزاء الأمامية اللي فيها دي. طبعا هعمل جروب برضو وأضيف عليها لير. تعالوا نجرب البلندنج مود. اوكي، و ممكن نهديها سوا.
اصل ممكن اخد من نفس الدرجة دي. تمام، وهعمل اللي هي التانية تحتها، تبقى اللي هي تقيلة شوية. كده عصر هضيف برضو هنا كده، غمق الجزء ده شوية. ممكن ناخد واحدة تانية من دي، نقولها بلاك. حاول أخليها كده. اوكي، نحاول نخلي اللون يبقى باهت بتاع المشروم على قد ما نقدر. عايز الدرجة دي ما تبقاش سودا، عايز الدرجة دي تبقى صفر. تمام ماشي، خلينا نشوف ايتم تاني.
طيب هنعمل جروب برضو وهنضيف اللي هي فوقيه، وهنعمل دي ماسك، وبالماركي تول او باللاسو تول هنقص الجزء الزيادة اللي هنا. نغير لونها برضو فيها خالص ناحية دي كده. وهبدأ أنور الأجزاء. ورا دي كده ممكن أعمل داخل خفيف هنا كده. اللاير دي هاخد من الأرضية بتاعتي، هاخد الأرض دي وهبدأ أخليها كلها واخدة من نفس الدرجة، لأن الموت طبعا ممكن تبقى الدرجة ديت شوية. اوكي طيب تعال نشوف برضه ماتيريال تانية عندنا احنا مش محتاجينها عايزين نحطها. ماتيريال احنا محتاجينها ممكن نضيفها تاني. ممكن نحط حاجة زي كده. نعمل ماسك برضو نمسح الأجزاء بتاعتنا اللي مش محتاجاها. بالشكل ده. طيب عندي هنا في الأرضية محتاج الأجزاء دي ما تبقاش خضرة كده، ممكن أجي هنا مثلا نغير اللون أخضر شوية. نضيفه هنا برضه
ممكن اخد برضه حتة من هنا. أشيل بس الزيادات دي، أوكي. هشوف ماتيريال تانية برضو، هبدأ أشوف أيتم تاني ممكن أضيفه. ممكن نستخدم حاجة زي كده مثلا، ممكن نضيفها هنا مثلا. هبدأ بعد كده أظبط الفراشة ديت، هعملها برضه جروب. One view. ممكن نحط عليها درجة على كل بنفسجي. نديها overlay مثلا، color، اوكي. وممكن اظبط فيها شوية، اديها rim lights واديها shadow. ممكن ناخد حاجة زي كده نعمل لها copy command T. نخلي اللون بتاعها أسود، أوكي. ونعمل لها سمارت أوبجكت، ونضرب البلندنج مود بتاعها. خليها سوفت لايت، وهنهدي فيها شوية كده مثلا. هنشيل طبعا الأجزاء اللي احنا مش محتاجينها كده، وممكن أضيف درجة بسيطة تحتها أسود. overlay وأبين برضو إنها محطوطة تحتها. طيب، ممكن ننور الأطراف بتاعتها سنة بسيطة. اوكي، وممكن أديها outer glow.
اوكي خلينا برضه نعمل غير وامسح الاجزاء بتاعتي اللي تحت خلاص. اوكي ماشي، ممكن ابدا ادي حاجات تانية برضه، اضيف حاجات تانية. ممكن مثلا عندي ريش مثلا زي ده، تعال نحطهم من الأول. طيب هنبدأ نوظف كل واحدة فيهم لوحدها. ممكن دي مثلا بالشكل ده كده، كل حاجة زي كده مثلا. بس احنا نوزع بقى الحاجات بتاعتنا على الشكل ده. ممكن الأول نديهم طول من بنفسجي، درجة بنفسجي. نعمل نديهم درجة كده خفيفة. طيب خلينا في كولر دلوقتي ونعمل لهم موشن بلور. خلينا نعمل لها ببرش نتقلهم كلهم بالأسود. عايز أغمقهم سنة. اوكي بدوس الت طبعا وبشد الحاجة على اللير اللي تحتها علشان ناخد نفس اللوك اند فيل او نفس المود بتاعي.
اوكي طبعا واحدة واحدة هبدأ أضبط كل واحدة فيهم. نعمل موشن بلور. خلينا نشوف بقية الحاجات. نظبط برضه في الموشن بلور. كده مثلا. اوكي ممكن ابدا اضيف لون اصفر هنا خفيف. تعالوا نشوف البلندنج مود بتاعنا هيبقى عامل ازاي. اوكي وممكن نظبط شوية في الأرضية بتاعتي برضو. ممكن أجي على الأرضية بتاعتي أدي تون كده مثلا. هدي شوية وأمسحه من الحتت اللي أنا مش محتاجها فيها. شفتون زي ده فرق إزاي؟ ماشي. ممكن بالنسبة للست أضيف لها حاجة برضو، نزود لها مثلا ممكن نور شوية ولا حاجة كأنها فوت برينتس.
كده مثلا. اللون جروب برضو ونشوف blending modes لحد ما نوصل للمرحلة احنا راضيينها. ممكن تبقى بالشكل ده، هنا باين إنها فوت برينتس وكده، وباين إن هي ماشية وخطوات رجلها منورة. طيب طبعا أنا عندي الحتة بتاعة الفراشة دي هتبقى منورة عليها، ممكن ننور الأجزاء دي. اوكي ماشي، عندي حاجات تانية برضو ممكن أضيفها في الفيجوال بتاعي. طيب عندي دول الاثنين، عندي برضه حاجة زي دي. طيب تعالى ناخد ده كده، ونعمل له جروب، وبرضه نبدأ نغير في المودز بتاعته. تعال نشوف الدرجة، ممكن نعمل هيلو مثلا، حاجة زي كده، نغير في الألوان بتاعتها، خليه برضه واخد من الدرجة الكلاسيكيات بتاعته. نبدأ ننوره سنة بسيطة، والأجزاء اللي تحت هنغمقها. نضيف برضه درجات ألوان تانية،
طبعا كل ما بضيف الوان كل ما الشكل بتاعي بيتغير، بيبدأ ياخد شوية من الـ environment اللي حواليه. ممكن نعمل الماسك برضه ونخلي فيه تداخل مع الأجزاء اللي تحت. تعالى برضه نغمقه سنة بسيطة بدرجة أسود. ماشي طيب، هنشوف ايه تاني عندنا. اخر حاجة خلينا نقفل دي، ايه عندنا حاجة زي دي مثلا، نعمل لها راستر. ممكن اشوف كل الجزء ده مش محتاجه. هاخد حاجة زي كده مثلا، وممكن أبدأ أضيفها كحشرات صغيرة جدا. مضيق معيو الشكل ده، هنلاقي جروب برضو. ممكن أديها شوية بلير، أو لا ممكن أكرر منها على طول. الحاجات اللي طايرة بس هي اللي أديها بلير. كده
اوكي طبعا كل واحدة من دول اعمل لها لير وابدأ انور عندها. تعالى نطلع دي. نعمل لها حاجة زي كده ماشي. ممكن أعمل واحدة تانية برضو. نغير في المود بتاعتها. بالشكل ده تمام. طيب أنا عندي البنت برضو ممكن أظبط فيها شوية حاجات. ممكن أنزل قدام دي تغمق سنة. نمسح الزيادات بتاعتنا. طيب أنا كده ممكن أكون عملت الشكل بتاعي اللي أنا وظفت بيه. تعالوا نبدأ نحط ليرات نقفل بيها. ماشي، أول حاجة هعمل سوليد كولر لايت وأهدي سنة بسيطة. أوكي، ممكن نعوض شوية في القص في النص. أوكي، ممكن بعد كده أدي جريدينت. خلينا نغمق الجزء اللي تحت. نخليه أسود، نزل سنة تحت بسيطة، أوكي، ماشي، تعالوا نشوف الليفلز بتاعتنا. اوكي كيرفز تمام. نبدأ نظبط الألوان بتاعتنا بالشكل
المدائن او الليبدينا. اوكي تعالوا بعد كده نشوف الكالر لوك اب. احنا بنحاول نعمل درجات كلها تبقى باين انها موحدة او ان اللون واخد تون ولو كان فيه واحد. تمام تعالوا نشوف نايت فور داي. ممكن نعكس اللون ده نبدأ نعدي فيه. تعالى نجرب برضه حاجة تانية. أنا بفضل أجرب لحد ما بوصل لأنسب درجة ممكن تقابلني. كده مثلا تعال نعمل دول جروب عشان برضه نبقى شايفين أفضل وبفوز. اوكي أنا طبعا بقعد أجرب لحد ما بوصل لأفضل نتيجة مناسبة أو أكتر حاجة يعني درجة لون أنا حاسسها كويسة بالنسبة لي. طبعا انا قاعد بجرب في اللون يعني انا مش بس بشوف الدرجات بتاعتي يعني مش بس انا عارف انا ماشي ايه، لا انا بشوف الدرجات اللي احس انها مريحة قوي واحس انها تطلع لي شكل لطيف او شكل جميل. تعال نبص الالوان دي، الالوان دي بقى شكلها اشيك شوية. طيب ده افتر وده بفور. اوكي تمام انا بعد ما وصلت المرحله دي قام اعمل لها كوماند الت شيفت اي وبقفل اللير بتاعتي وبخش على كاميرا رو فلتر وببدا اشوف الالوان بتاعتي ايه اللي ممكن يتغير فيها. طبعا هو عايز ديتيلز اكتر. طبعا انا شغال في الهايلايتس انا ممكن اهدي الدنيا خالص. الشادوز مفيش مشكلة إنها تعلى، الوايتس ممكن تقل سنة، الblacks يعني ممكن تبقى كده شوية، خلينا ندي درجة خفيفة بنفس دي، أوكي، وأدي amount من التكستشر.
مثلا كده. طبعا انا بقعد يعني اغير في اللون لحد ما اشوف انا رؤيتي احس بايه او عيني هترتاح لايه. تمام اف اكس، خلينا نغمق الاطراف بتاعتنا شوية. اوكي انا برضه نفس الكلام، ممكن على السما الأحمر. تمام تعال نشوف أكتر فوق فوق. طيب ممكن نعمل واحدة منها تانية. ماشي ونعمل لها باس. اوكي ونخليها سبسكرايب، نقللها برضه شوية. ماشي تعالوا نعمل اللي هي الفاضية، نعمل شير ديليت ونخليها 50% جراي. اوكي ونعمل لها لينير لايت. هنبدأ ناخد التولز بتاعت الدوج اند بيرن. الدوج نفسي أنا مش محتاج دي أوي لأن عرضية الشاطئ في التاني. ممكن أبدأ أنور الحتت بتاعتي دي خالص. اوكي ممكن اجيب البيرن تول واشوف الحتت اللي انا عايز اغمقها واغمقها. اوكي تمام. وبكده يا جماعة أكون وصلت لآخر الحلقة. حابب إن أنا أشوف الريفيو بتاعكم، حابب إن أنا أشوف كومنتاتكم،
وإن شاء الله أشوفكم في حلقة جديدة مع محمد عادل من هوك. شكرا لكم.